من اكثر الاشياء اللي بتستفزني بالحياه هم تبع الدليفري اللي بيعرف بيتي احسن مني، واغنيه لما بدا يتثنى. لانه اذا بتفتح الانترنت اغلبيه المغنيين والموسيقيين في الوقت الحالي لما بيحكوا عن تطور الموسيقى العربيه لسبب ما ببلشوا من عند هاي الاغنيه. ليه؟ لا استني يا سهام، هم كبار كفاية يعرفوا يدافعوا عن نفسيهم. ليه؟ تجاهل أو نسيان جزء كبير من حضارة عمرها أكثر من 7000 سنة بتقلل من الإنجازات اللي عملناها واللي قدمناها للعالم. على أبسط الأمثلة آلة العود، اللي لو نتفرج على تاريخها نكتشف قد ايه عم بيروح علينا. الروايات بتقول ان العود بلش مع شخص اسمه لاماك، الحفيد السادس لآدم، اللي فقد واحد من أولاده اللي من شدة حزنه حمله وعلقه على شجرة. والله، وهو بطريق الرجعة أخذ آخر نظرة على ابنه وشافه على شكل عود. والله، ولما رجع صنع أول عود في التاريخ كذكرى لابنه، وصار يعرف لماك بأب كل من عزف عود. مين؟ دادي؟ ما بنعرف قدي صح هاي الروايات، بس اللي بنعرفه ان العود كان منتشر كتير بحضارات العراق القديمة، اللي كان وقتها مصنوع من 4 أوتار، اللي كل واحد فيهم بدل على عنصر من عناصر الحياة. التراب، النار، الهواء، والماء. السومريين اللي ألفوا لحن وأشعار خصوصاً للعود زي أغنية أيها العريس الحبيب إلى قلبي اللي تعتبر من أول الأغاني في التاريخ. الأكاديين اللي أخذ العود عندهم معنى وجودي وصار يعتقدوا أن العود بيبعث الروح ببيتهم وبحياتهم. البابليين اللي أخذ العود عندهم معنى ديني وصار يعتقد أن صوت العود بطرد الشياطين من المعابد. يلا يا شيطان من هون! اللي اتحقق مع قدوم الحضارة الفارسية شهدت منطقة الهلال الخصيب على ازدهار فني على عازف عود وموسيقي اسمه بربد، اللي كان السبب بولادة وترتيب المقامات الموسيقية بشكلها البدائي. ويقال لما مات الحصان المفضل لكسرى الثاني قرر انه يعدم المسؤول والمش مسؤول، لحد ما طلب البلاط الملكي من بربد تلحين اغنية رثاء على العود اللي قدر من خلالها يخفف من الغضب تبع كسرى ويعفي عن الجميع. ما بنعرف كيف كانت الاغنية بالضبط أو كيف كانت تتغنى، بس بنعرفه أن الروايات تحكي أنها كانت إشي قريب من هيك. لما وصل الإسلام وخصوصاً في فترة الدولة الأموية ازداد انتشار العود في شمال أفريقيا للأندلس، واللي اشتهر فيها أهم الموسيقيين في العالم زرياب، اللي تنقل بشمال أفريقيا ووضع أساسات الأغنية التراثية لمنطقة المغرب العربي، اللي زاد الوتر الخامس على العود ليمثل العنصر الخامس للحياة واللي هو الروح. ولما وصل الأندلس صار معروف بسيد الإتيكيت وفاشينيستا العرب. التفاصيل الصغيرة تغير الحياة. مرسيدس قرش ونص، ونص، خطوة ونص. وأنت ماذا ينقصك لتغيير حياتك؟ عطر على الوحدة ونص الجديد من زرياب. وفي وقت الدولة العباسية شهدت المنطقة ازدهار مكتبة بغداد اللي حفظت كتب كتير لموسيقيين، من أهمها كتاب الأدوار لعازف العود صفي الدين الأرموي اللي يعتبر من أوائل من وضعوا أساسيات علوم موسيقى المنطقة، وكان من الأوائل اللي حول العود لرمز للمقاومة والدفاع عن حضارة المنطقة بعد غزو المغول واستسلام بغداد وبعد الحرب العالمية الأولى ورسم الحدود. تنتشر مدارس مختلفة للعود زي المدرسة السورية اللي بتتميز بأسلوب العزف للوصول للروحية وولادة القدود الحلبية بفضل موسيقيين زي عمر البطش، والمدرسة المصرية اللي اشتهرت بأسلوب السلطني اللي خرجت موسيقيين كتير زي رياض السنباطي ومحمد الأصبجي، والمدرسة العراقية اللي اشتهرت بتركيزها على حرفية العازف اللي خرجت كتير من الفنانين زي أهم عازف عود في التاريخ الحديث منير بشير، وهم عازف بالزمن الحالي نصير شمع. ألو؟ مدرسة الهشك بشك للموسيقى؟ لقيتوا الطبطبة؟ العود أكثر من مجرد آلة موسيقية، ويعتبر جزء مهم من رأس مالنا الرمزي. يعني قوة الشعوب والدول بطلت تنقاس بقوة السلاح أو عدد الجنود المستعدين يروحوا على الحرب، وصارت تنقاس على قدرتها على الاحتفاظ على الذاكرة الثقافية والفنية. والصراع اللي عم بيصير بين الدول هو صراع على مين بكتب الماضي عشان يسيطر على الحاضر، وعدم الاحتفاظ بالذاكرة الثقافية هو بداية الطريق للضعف
وانتهاء الحضارة. فالسؤال بيجي هون يا سيام، مدام منطقتنا معروفة بالصراعات اللي بتصير فيها وانه الفايز هو اللي بكتب التاريخ، قديه بنقدر نعتمد على صحة تاريخنا؟